السلام عليكم. حواديت من تجربة ذاتية هبدأها بحرق المدينة. إزاي هذه المدينة الهادئة الوادعة، المدينة اللي أهلها يعني ناس طيبين معروفين بالطيبة وطيبة القلب والهدوء والسكينة، هذه المدينة تغير حالها في لحظات. إحنا أطفال صغار، أنا في سن المراهقة، بيتي جنب مركز شرطة مدينة ملاوي. فجأة أصوات التكبيرات بتهز أرجاء المدينة كلها، تكبيرات العيد. بطلع أجري، بيجري جيراني، بنفاجأ بأن هناك مكتة للمسجد الأقصى قدام المسيرة، ومسيرة طويلة جدا، مئات من الناس، مئات من الشباب، مئات من اللحى المرصوصة، وراهم في الخلفية من وراء منتقبات كتار جدا. مكتة المسجد الأقصى جنبي ناس مسلحين بأسلحة مكتة برضو، وناس راكبة أحصنة وماسكة سيوف في إيديها، وناس ماسكة رايات مكتوب عليها جمل هجوم على الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ده المشهد بالضبط اللي أنا شفته بعناية في أول مسيرة عيد أشوفها في حياتي. بنجري وإحنا أطفال مراهقين، بنجري على المسيرة نلتحق بها زي العشرات والمئات من الناس ومن الشباب اللي التحقوا بالمسيرة دي، والنساء بتطل من فوق من الشبابيك من البلكونات وزغاريد على وبيرموا حلاوة وبيرموا فول سوداني، ومنظر مهيب جدا. وبتمشي المسيرة بهدوء مع تكبيرات العيد، وفجأة بتقف قدام مركز شرطة المدينة. الضباط واقفين طبعا مجروهين جدا باللي بيحصل، واقفين في صمت مهيب جدا، والتكبيرات شغالة، وبتطلع طلقات نيران من مسدسات صوت ضخمة جدا من المسيرة، اللي هي أصر قائد المسيرة دي انه يقف قدام مركز الشرطة لعدة دقائق. بعد كده احنا عرفنا ان هما بيقفوا ليه، بيقفوا كإثبات كيان وإظهار قوة قدام جماهير المدينة ان احنا الأقوى وان احنا قوة قادمة قدام مركز الشرطة. الضباط ما بيلتفتوش للي بيحصل من طلقات مسدسات الصوت، وبتمشي المسيرة مرة تاني في هدوء والتكبيرات مستمرة، وفجأة بنفاجأ بمسيرة أكبر منها أو ضعفها مرتين أو ثلاثة. دي مسيرة بترفع شعار الإخوان المسلمين وأعدوا، وبعد مداولات ما بين قائد هذه المسيرة وقائد المسيرة الإخوانية، المسيرتين بينضموا على بعض. فجأة وبعد دقائق بيحصل انفجار كبير جوه المسيرة الكبيرة دي. الانفجار ده كان عبارة عن قنبلة صوتية انفجرت من واحد من حراس مسيرة الجماعة الإسلامية، انفجرت منه القنبلة فأصابت عدد من الشباب اللي هم ماشيين في المسيرة. طبعا السخرية من قيادات الإخوان على قيادات الجماعة الإسلامية، بدأت الألسن تسخر من بعضها، اصطلحوا، صارت المسيرة ودخلت الاستاد. فوجئنا بلافتات كلها هجوم على النظام، وشفنا شباب الجماعة الإسلامية خلعوا جلاليبهم البيضة وطلعت فانيلات بقى مكتوب عليها جمل وحاجات وصور للمسجد الأقصى، وبعدين طلعوا هدايا من أكياس بدأوا يوزعوا على الأطفال وعلى الناس هدايا، وبعد كده وزعوا منشور مكتوب طبعا في المنشور كل هجوم على الدولة المصرية. الإخوان أيضا وزعوا منشور، وأثناء هذه التكبيرات الشيخ مصطفى ظاهر قائد الإخوان المسلمين وقائد الجماعة الإسلامية بيشتبكوا مع بعض وبيمسكوا في بعض، وكانت تحدث مشكلة كبيرة جدا قدام الناس. واحد بيقول للتاني، بيقول لا دي التكبيرات بتاعتك دي بدعة لم ترد، والتاني بيصر ان هو يكبر للعيد بطريقة معينة، الله اكبر الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، والتاني بيصر ان هو يلغي التكبيرة بصيغة معينة. قائد الاخوان المسلمين بيقول له انا السجنت اكتر منك، وانا دخلت سجون عبد الناصر، كنت فين انت لما انا كنت في سجون عبد الناصر؟ مسكوا في بعض، تدخلت الاهالي قدام الناس وهدوا الامور، وقاد المسيرة او قاد صلاة العيد احد ائمة الاوقاف كان اسمه الشيخ محمود الزعب عليه رحمة الله. بعد الصلاة بتوزع الهدايا، وكل ده نوع من اظهار الكيان لهذه التنظيمات، كيف سيطر اكتر من 5 تنظيمات على هذه المدينة بهذا الشكل، وغياب للأئمة وغياب لكل الدعاة الآخرين، وسيطرة تامة من الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية على هذه المدينة. على الجانب الثاني خالص في ناس منعزلة عن دول، قاعدين في بيت بعيد خالص في منطقة في غرب البلد،
عندي مسجد اسمه مسجد الإقطم، وبيصلوا في البيت ورافضين الصلاة في ساحات العيد ورافضين الصلاة في المساجد، وبيقولوا إن هذه المساجد هي مساجد ضرار يعني تفرق المسلمين، لا يجوز الصلاة في المساجد، وبيكفروا كل المجتمع. دول جماعة طه السماوي اللي كان رفيق شكري أحمد مصطفى في السجن، وهنا يصلي خالد الإسلامبولي مع هذه الجماعة في هذا المسجد اللي هو مسجد ابن خالته عبد الرحمن محمد لطفي، في منزل واسع وكبير بيصلوا مع بعض صلاة العيد وبيصلوا الصلوات الخمسة، وخالد الإسلامبولي بيصحب رفيقه وصديقه عبد الحميد عبد السلام، هما الاثنين هيكونوا قتلة للرئيس الراحل محمد أنور السادات مع حسين عباس اللي هو من إحدى القرى في نفس المركز قرية سان جرج، بيصحبوا معاهم وهو صديق لهم. على الناحية التانية خالص في مسجد اسمه الغر المحجلين على الترعة الإبراهيمية، وبيجي في محمد سالم الرحال بعد كده بأيام، محمد سالم الرحال هو الفلسطيني الأردني من أصل فلسطيني اللي هو بيحاول يجمع جماعة طه السماوي وبيجمع خالد الإسلامبولي وعبد الحميد عبد السلام، وبيحاول يجمع الجماعة الإسلامية معاه في تنظيم واحد اسمه تنظيم الجهاد، ويدمج هذه التنظيمات كلها وبيخطط لقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات. من هنا تبدأ الحكاية، من هنا تبدأ حكاية قتل الرئيس الراحل أنور السادات من مسجد الإقطم، من مسجد داخل منزل صغير منزل عبد الرحمن محمد لطفي، من منزل ابن خالته، من مسجد داخل منزل يتصورون فيه ان كل المساجد ضرار وان كل المساجد لا تجوز فيها الصلاة. من هذه المنطقة ومن محمد سالم الرحال ومن خالد الإسلامبولي ومن صلاة العيد يبدأ التجهيز لقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات. بعدها بشهور في صلاة عيد الأضحى لم تقم هذه الصلاة لأن قرارات التحفظ كانت قد بدأت، وهناك على الجانب الآخر في أسيوط يقوم تنظيم الجماعة الإسلامية بقتل 114 جندي من جنود الأمن المركزي واقفين يأمنوا صلاة العيد في مسجد ناصر بمدينة أسيوط، لتبدأ الملحمة الأخرى، ملحمة تنظيم الجهاد وقتل الرئيس الراحل أنور السادات وأحداث مدينة أسيوط والأحداث الأخرى التي لحقت بهذه الأحداث من قتل وعنف كبير جدا، وهذا كله نحكيه في السيرة الذاتية هذه في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.